اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريم في بلاد الامريكان. دلوقتي الساعه 8:30 توقيت فيرجينيا. هنا ده الجهاز استيشن من كاسكو. انا بقالي واقفه نص ساعه في الخط. انت شايفين المنظر؟ كمان هم قافلين الباركن من الجهه بتاع يعني اي دخول، لا من الطريق العمومي قافلين اي دخول جانبي. الغاز هو هنا ب $3.90 تقريبا، يعني 3.89. فيعني الغاز هو بقاله يومين طالع. هو كان يوم الحد، يوم الحد اللي فات، يوم الحد، يوم السبت، انا كنت اجازه السبت، كان يوم السبت كان ب 3.39 ب $3.39. ده كان اللي هو بدايه الصبح. مفيش ساعة زمن انا مونة ب 3.99 في الحتة اللي احنا ساكنين فيها، مش في كاسكو، ب 3.99. الجاز غلي مرتين، يعني يوم السبت اللي فات. من السبت اللي فات في حاجة غلط، يعني السبت كان بادئ ب 3.39، على اخر اليوم كان ب 3. انا بتكلم على الريجلر، انا مش بتكلم على البريميوم. بقى ب 3.69 الصبح، الحد بقى 3.78، على اخر يوم بقى 79، النهارده الاثنين بقى ب 89. سعر البرميل طبعا زاد، والبنزين انا عمري ما شفت الثمن ده من 2008. انا جيت امريكا 2008 كان ثمن البنزين $2 $3، لكن الرقم ده انا ما شفتوش من 2008. الفترة اللي فاتت، اخر فترة بتاع 3 سنين، مش هقول بتوع ابو حنان يعني، بس هما بتوع ابو حنان، البنزين كان رخيص جدا، كان بوصل ل 185. كنا بنحط ب 185. انا كنت بقول انا عربيتي 6 سلندر، انا بحط مثلا عربيتي بتتفول ب $40. انا النهاردة بفول ب 60 وب 90 وب 80 وب 100، يعني امبارح هاني مون ب $100. يوم الحد هاني مون ب $100، والعربيه ما كفتش لان هو عنده ليميت اخره $100، ف يعني اخره من الديبت كارد $100. ف يعني البنك نفسه عامل لنا ليميت للجهاز مش مكفي، ففي حاجه غلط. طب ايه اللي بيجرف ان ارتفاع، يعني هو بيرتفع ما علينا، بس ايه الناس عندها بانك من الغاز؟ الناس واقفه بتحط غاز بطريقه كبيره، المحلات كلها، جميع الجاز ستيشن تقريبا. كاسكو هو ارخص حاجه في الجاز ستيشن عن ماوا وعن شيل وعن 7-11 والكلام ده، فالناس كلها هجمه على كاسكو يعني. بس انا ما اقفش نص ساعه احط جاز، انا ما اعرفش ليه، يعني ايه القصه يعني؟ امال لو دخلنا في الصيف هنعمل ايه؟ احنا لسه في اخر الشتاء يعني، المفروض الناس قاعده في بيوتها وفي مدارس والكلام ده، فالناس قاعده يعني. انا بحط مره في الاسبوع، يعني انا طبيعي بحط مره في الاسبوع، بس اللي بيحصل في التوقيت ده لا، في حاجه غلط يعني. اللي يعرف يقول لي يا جماعه. والله باعتبار ان طبعا اسهم البنزين النهارده عالت جامد، الاسهم بتاعت البنزين عاليه النهارده. ال 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 في بعض اسهم الشركات بدات تعلى، البورصه كانت متدمره الفتره اللي فاتت، لكن الايام دي بدات تشم نفسها شويه. الذهب بدا يغلى، يعني خدوها البنزين يغلى الذهب يغلى، فاعرفوها كده. طبعا احنا مش عارفين الدنيا رايحه على فين، فانا عارفه ان في كاليفورنيا البنزين وصل ل$10، ولايات تانية وصل ل$5. هما هنا بيقولوا ان في اشعة بتقول ان كاسكو هيوصل هنا في فيرجينيا، هيوصل لتر البنزين، الجالون، سوري، جالون البنزين هيتوصل ل سوري بتاع وقت، الجالون البنزين هيوصل ب$5. فعشان كده الناس راح تشتري الحاجة، يعني انتوا شايفين السعر، انا هوريكم الكاميرا اهو، السعر وصل ل $3.80 $3.90 سوري. فانا هوريكم البنزين. طبعا في ناس كتير واقفه تصور، يعني في ناس كتيره واقفه بتصور اللي بيحصل في البنزين. يعني انا لو اعرف هقول، انا لو اعرف يا جماعه هقول، يعني انا ايه هوريكم البنزين بقى بكام عشان اقفل على كده. البنزين ب 3.89 والريجلر ب 36. انا عربيتي بتاخد البريميوم، فانا يعني ايه مش هحط البريميوم، انا واحده غلبانه هحط العادي. تخرب العربيه تخرب، هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل ايه يا جماعه؟ الدنيا تخرب هنعمل ايه؟ بس اهي الساعه ب 5 جنيه والحسابه بتحسب، انتوا شايفين 2 جالون ب $10، يعني الدنيا زي الفل.
البنزين يغلى، كل حاجه تغلى عشان صوتوا على الاسعار. ماشي يا جماعه، ماشي يا جماعه اهو. انا طبعا دي هتخش في حكايه مثلا $60 عشان عربيتي خلصانه يعني، فربنا يسترها بقى. وهاني ما يطلقناش، عشان هو هاني جاله حاله نفسيه من الغاز. هو هاني ماشي في البيت بيرجع كل حاجه قدامه، اي حاجه ما بنستخدمهاش بيرجعها. فخلاص الراجل يعني قال لك ايه، احنا داخلين على تفليسه، هنلم الفلوس اللي معانا بس. انتوا شايفين؟ كنت بمونها في $27 البريميوم، داخله على $50 وما اتحملتش. داخله على $50 وراحة ما حملتش. يعني انا عندي فيها بنزين، انا فيها بنزين، انا خلصت. اوكي نو 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 ثانك يو الي ثانك يو.